السلام عليكم، أنا اسمي متميز، أحبكم وأحب أن أفيدكم بأمور مهمة. أنا أعمل في شركة تيبكيم. مظاهر سلبية نراها دائماً من البعض في مدينتنا، نتضايق منها ونحزن من أجلها. نفايات تلقى في غير أماكنها المخصصة، شواطئ كئيبة حزينة لما عليها من أوساخ لوثت جمالها وروعة مائها ورمالها، ضخامة في عدد المركبات في الشوارع مما يتسبب في تلوث الهواء والأشياء، قطع للأشجار وتقليص للمساحات الخضراء وإهمال للحدائق. إذا كنت تحزن لما أحزن بسبب هذه الأمور، تعال معي لنعالجها قبل أن يفوت الأوان، لنستخدم أكياس النفايات المخصصة لها، ولنلتزم بأماكن ومواعيد رميها في كل يوم، ولنحرص على عزل كل ما هو صالح للتدوير بشكل مستقل لنتمكن من استخدامه مرات أخرى، ولنهتم بشواطئنا الذهبية ولنحافظ على نضارتها بعدم رمي المهملات بها، لنوقف المركبات جانباً ولنعتد سلوك التنقل ماشياً أو لنستعمل وسائل التنقل الجماعية عند الضرورة. الكهرباء نعمة كبرى وهبة عظمى، لنحفظها بترشيد استهلاكها والتقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية والأنوار. إلى اللقاء!